طبعا في برنامج آخر خبر مهتمين جدا بالأحوال العامة أصلا، وكمان مهتمين أكتر بأحوال صناعة الإنتاج الحيواني في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله. لكن في أحداث يعني لما بتطرق علينا في مصر أو في الوطن العربي، أعتقد بنبقى لازم محتاجين نتناقش فيها ونتكلم فيها، خصوصا لو الأمر خاص بحاجة إنسانية. إنسانيا طبعا يوم الاثنين كان في زلزال، يمكن مصر كمان كانت من الدول اللي حست بزلزال، لكن بفضل الله ما كانش عندنا خسائر، ولكن الخسائر بحجم كبير جدا جدا زيادة في تركيا وفي سوريا. مزبوط. خلونا ما نطولش عليكم الكلام ونتكلم على طول مع الدكتور تميم الشحنة. هو طبعا طبيب بيطري ومدير فني لشركة AWB إيطالي في سوريا. صباح الخير يا دكتور تميم. صباح النور استاذ سلمى، كيفك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ يعطيكم العافية يا رب. يا رب اللهم امين. دكتور تميم، عايزين نطمن على شعب سوريا بعد الزلزال، الاوضاع ايه في سوريا دلوقتي بالضبط؟ الحمد لله المصاب عظيم يعني الحقيقة، والحصيلة النهائية للشهداء يعني لهلأ ما في لسه ناس تحت الانقاض، الحصيلة النهائية لسه ما تحددت بعد، وأبني انهارت حتى بمدينتي حماة، أنا نار بناء وفي شهداء وفي جرحى وانتشال جثث من تحت الأنقاض، يعني المصاب عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. نعم، يمكن حتى كمان كان في خبر النهاردة متداول على المواقع الرقمية الإلكترونية سواء كان في سوريا أو من تركيا كمان، بيقولوا إن ارتفاع شدة البرودة يعني مأثرة بشكل كبير جدا على حالات الإنقاذ من تحت الأنقاض. تماما، الجو عنا بارد جدا، ويعني وقت أول هزة صارت الساعة 4:30 الصبح تقريبا، الناس طلعت من بيوتها وطلعت الشوارع مشان الأبنية ما تتهدم عليها، يعني الناس طلعت بتيابة فورا، هربت من البيوت بهالبرد، وقفت لا إله إلا الله يعني. ولهلا يعني قبل ساعة ونص تقريبا هزهت، يعني ما أنا خفيفة، إنما بسيطة أبسط من اللي شفناها أول شيء، والهزات مستمرة يعني حتى الآن تتعرض سوريا لزلازل تقريبا ساعة ونص. من ساعة ونص تقريبا، قبل ساعة ونص تقريبا في هزة، يعني مبارح بالليل كمان في هزة ومستمرة الهزات. الله 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 يطرف يعني، يا رب يعني اللهم أمين. يا رب. يمكن طبعا احنا بنبلغ كل تعازينا لأهل سوريا وكل حالات الوفيات، والوضع مؤسف بالفعل، ربنا يا رب يرحمهم جميعا ويصبركم على هذا الابتلاء. يعني يمكن سوريا في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة تتعرض لكثير جدا من فقد لشبابها وأهليها، يعني حقيقي احنا بنبقى حزانة في الوضع الحالي تحديدا في سوريا. الحمد لله، هو اللي بيواسي الانسان انه له يعني بتطمنوا علينا وبتواسونا، الحمد لله رب العالمين. حتى يعني سبحان الله حتى الدجاج يعني تأثر بهالزلزال اللي صار في مدينة دواجن، بياض احمر يعني الخوف والعلق، هذا الدجاج بيصير يعني عصبي جدا وحساس جدا وشرس نتيجة الخوف والذعر، جمع الدجاج فوق بعضه واختنق، مات من خنق يعني من تجميعه فوق بعضه. سبحان الله. طب كان قد ايه يا دكتور تقريبا مزرعة الدواجن دي؟ مزرعة كبيرة والله الحقيقة، واغلبها يعني اغلبها حصل له نفوق نتيجة انه الدجاج هلع ومزعر وجمع فوق بعضه بالزوايا المجنة، صار يركض بالذعر يعني، طبعا الحيوانات بتحس بهالكوارث السيئة بالنا البشر. طبعا واعتقد كمان يعني مو فقط يعني اللي شفنا الفيديو تبعها، يعني هو مزرعة واحدة، ولكن الحقيقة اكثر من مزرعة بياض احمر او دجاج احمر صار في بهاي القصة. طبعا مربات تربية ارضية مو باقفاص اللي شفناها على الفيديو. طبعا لا اله الا الله. طبعا برضو يا دكتور يعني يمكن زي ما تم تواجد التداول يعني من يوم الاثنين وحتى الآن، إن محافظات كتيرة جدا أو مراكز مختلفة في سوريا تأثرت بشكل كبير جدا بالزلزال. كتير مباني وقعت يعني، وجثث كتير وشهداء كتير وجرحى تحت الأنقاض لهلا،
لحد هاي اللحظة تحت الأنقاض بمناطق بسوريا عديدة، يعني بمناطق عديدة بسوريا الحمد لله. لا لا يعني لسه عمليات الأنقاذ بما متاح، يعني بالوسائل المتاحة عمليات الأنقاذ عم مستمرة لحد الآن. والهزات قلت لك قبل يعني تقريبا ساعة ونص كان في هزة، امبارح الساعة 2 بالليل كان في هزة مستمرة الهزات، الله يتوفي. طب هل في يعني اي طريقه من طرق التوعيه ان مثلا سوريا معرضه مره تانية للزلزال؟ ازاي ممكن الشعب يتصرف؟ ازاي يعني تقدروا قدر الامكان تحموا نفسكم وبيوتكم واولادكم؟ يعني الحقيقه التنبؤ بالزلازل ما حدا اي مخلوق فينه يتنبأ فيه ابدا اطلاقا، يعني هذا شيء خلوه عند رب العالمين. ولكن يعني نبهوا الجهات المختصة، نبهوا انه اللي بيته متصدع شوي يطلع يلجأ للشوارع، يعني هذا الشيء اللي الانسان فينه يعمله اكثر شيء يعني. صحيح، هو ده اللي في ايدينا. ظروف باردة وظروف الله يستر، فقط ما نقول غير الله يتلطف فينا، يعني هذا فينا نقوله بس. اللهم امين يا رب. يا رب اللهم امين. وكالعادة دكتور يعني برغم حزننا الشديد على الاوضاع في سوريا الا ان رجال سوريا يعني دائما ما اعتادوا على المواقف الصعبة وسرعان ما بيتم تجاوزها، فحقيقي يعني كل التحية لسوريا والاهل سوريا. تحيتنا لكم اخواننا واشقائنا بمصر، شكرا لكم على اللفتة على الموقف اللي يعني اللي وقفتوه معنا، شكرا لكم عن جد. شكرا لحضرتك دكتور بيطري توداي، يعني شكرا. ده واجب علينا يا دكتور، ما هوش شيء عادي، ده واجب، يعني احنا اخوات وكل العرب اخوة فعلا. الحمد لله، الله يخليكم وما نطمن عليكم الا بكل خير يا رب. يا رب اللهم امين. نتمنى لحضرتك واسرتك وكل شعب سوريا السلامة يا رب. شكرا لكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور تميم. أهلا وسهلا، أهلا بك. طبعا يا سلمى يعني بعد الكلام المؤسف وان حتى لحد من ساعة ونص كمان لسه في زلازل، او زلازل عفوا في سوريا، اعتقد ان احنا يعني ما تكلمناش بشكل كبير جدا عن تركيا. تركيا كمان بتتعرض لحالات صعبة جدا، ويمكن تداول الكتير جدا من المواقع المختلفة والصحف والفيديوهات قد ايه الاطفال تحت الانقاض، قد ايه يمكن كان في حاجة، المناظر صعبة جدا يا استاذة نهاية. طبعا من المواقف اللي اثرت فيا جدا ان كان في سيدة كانت تحت الانقاض في تركيا رفضت ان هم ينقذوها الا لما حد يجيب لها حجاب. فحقيقي التمسك بالقيم، التمسك ب يعني بالعقيدة عند كل شخص، أعتقد مزبوط. هو دوت الأمل للخروج من أي صعب. طبعا برضو إحنا بنتعرض لكتير جدا من المواقف الصعبة في الدول العربية، وما صحيح. فيش في إيدينا حاجة غير المؤازرة لبعض، وإن إحنا نبقى موجودين دايما جنب بعض، وإن شاء الله نشوف العرب كلهم الفترة الجاية إيد واحدة. اللهم أمين.